Hadi hazırlanın. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت تتابعون من الميدان من تلفزيون مستقبل في العناوين. المدينة عم تنتخب لإنماء، عم تنتخب لمستقبلها. فيضة تخوض معركة الإنماء والاعتدال ودعوات للاقتراع بكثافة. احتدام المعركة الانتخابية البلدية والنيابية الفرعية في جزين وتحالف عون القوات أمام اختبار جديد. لوائح أمل وحزب الله في مواجهة المجتمع المدني والعائلات في مدن وبلدات صور والنبطية. أهلا بكم. الأحد الثالث من الانتخابات البلدية والاختيارية حل اليوم في محافظتي الجنوب والنبطية، وقد تميز بمشاركة لافتة للقوى السياسية كافة ودعوات متشابهة بضرورة ممارسة حق الاقتراع لأنه واجب وطني يعبر عن الحياة الديمقراطية. إلا أن الصورة الانتخابية في هاتين المحافظتين جاءت متفاوتة بين البلدات والمدن والقرى. ففي جزين وبالتزامن مع الانتخابات البلدية والاختيارية، انتخابات نيابية الفرعية يخوضها الثنائي العوني القوتي. وفي صور والنبطية وبنت جبيل لوائح مشتركة لأمل وحزب الله في وجه المجتمع المدني والعائلات. أما في صيدا فالإنماء والاعتدال عنوان المعركة التي تقودها لائحة إنماء صيدا. ومن صيدا نبدأ، حيث مراسلنا شرب العبود. شرب، تفضل، كيف هي الأجواء لديك؟ نعم رشا، كما ذكرت قد تكون المعركة الانتخابية البلدية الأبرز في محافظة الجنوب هي في عاصمة الجنوب وبوابة الجنوب صيدا، حيث تتنافس لائحتان مكتملتان ولائحة غير مكتملة. هذه اللوائح كما بات معلوما هي لائحة إنماء صيدا، وهي اللائحة المدعومة بشكل أساسي من تيار المستقبل، وتنافسها لائحة صوت الناس المدعومة من أسامة سعد، وأيضا هناك لائحة غير مكتملة يعني تخوض هذه المعركة. حتى الآن لا حوادث تذكر في عاصمة الجنوب بكافة أقلامها. الناخبون حضروا منذ ساعات الصباح الأولى، يعني في جولاتنا كان هناك عدد من الناخبين الذين ينتظرون أمام أقلام الاقتراع. النسبة، نسبة الاقتراع بلغت حتى هذه اللحظة وفق الماكينات الانتخابية، وبالطبع هي ليست صادرة عن أي جهة رسمية، لمست 30%. على كل تفاصيل أوفى معي هنا أمين عام تيار المستقبل الشيخ أحمد الحريري. حضرتك متابع على الأرض منذ ساعات الصباح المعركة الانتخابية، شو تعليقك وملاحظاتك لحد هلأ؟ بداية هلأ صارت ساعة 3، بدي أدعي كل أهلي بصيدا وأحبائنا بصيدا وأحباء الرئيس سعد الحريري والشيخ رفيق الله يرحمه أنه ينزلوا يعبروا عن رأيهم، ينزلوا بكثافة يصوتوا ليقولوا أنه هذه المدينة إلى رأي، هذه المدينة بعد فيها حياة، هذه المدينة تقدر تعبر بصندوق الاقتراع عن كل الهواجس تبع أهلها وتبع ناسها. عنصر أساسي بهيدي المعركة هن أمهاتنا وصبايا اللي بصيدا، واللي هن بيعطوا إذا بدك الزخم الأكبر لهيدي المعركة، وبيعطوها أكثر معنى بأنه العائلات عم تنتخب مش بس الأفراد، عشان نعرف نحن أنه العائلة العماد تبعها الأساسي بقلب البيت هي الأم. عشان هيك بدعي كل امياتنا وكل احبابنا بصيدا وكل مناصراتنا انه ينزلوا ليصوتوا بكثافه من هلا للساعه 7. بالاضافه لشغله اساسيه، ما فينا ننام على حرير ونقول انه معركه محسومه ومعركه مش محسومه، لا، بالنسبه لنا كثافه التصويت هي تعبير عن انه الدعم للرئيس محمد السعودي على الأمور اللي قدمها للبلد واللي أنجزها من مشاريع هو وفريق العمل هي الأساس، فعلينا عليهم. أنا سؤال، ليش إنماء صيدا؟ يعني ليش إنماء صيدا؟ إنماء صيدا عشانه ما كان بشعارات، إنماء صيدا كان بالفعل، إنماء صيدا كان بإزالة جبل الزبالة. هلا كلهم عم بيحكوا إنه إيه جبل الزبالة وجبل الزبالة، إيه طبعا البلد كله بكي 8 أشهر بسبب موضوع نفايات، إلا مدينة صيدا كانت عم تضحك بهذا الموضوع وكانت مرتاحة عشانه في فريق عمل مع نواب المدينة أنجز
هيدا الموضوع. الرسالة الأخيرة اللي بحب وجهها إنه من هلا للسبعة كل مين بحب هيدا المدينة لازم ينزل ويعبر عن رأيه شو ما كان هيدا الرأي، وخصوصا نساء هيدا المدينة لازم ينزلوا بكثافة ويعبروا عن هذا الموضوع. شكرا لك من عم تيار المستقبل. إذا هذه هي الأجواء هنا حيث يتابع كما ذكرنا من عم تيار المستقبل مجريات العملية الانتخابية. رشا. نعم، مراسل تلفزيون مستقبل الشرب العبود، شكرا لك. ونبقى في صيدا حيث تطلعنا مراسلتنا شهير إدريس على أجواء العملية الانتخابية. شهير تفضلي. رشا، فعلا منذ الصباح اللوائح الثلاث المتنافسة في مدينة صيدا، لائحة إنماء صيدا، لائحة صوت الناس، ولائحة أحرار صيدا، تجري بينهم عملية انتخاب ديمقراطية وتنافسية بامتياز، لم تشهد أي إشكال أمني ولا حتى أي إشكال على مستوى لوائح الشطب أو يعني لوائح القيد، وهذه يعني وهذا شيء يعني جيد بالنسبة للعملية الانتخابية التي وصفها جميع الناخبين هنا في صيدا بأنها ديمقراطية بامتياز، أنهم يريدون أن يعني يمارسوا حقهم في الانتخاب وأن يدلوا بأصواتهم للائحة التي يرونها مناسبة للمدينة، خصوصا أن لائحة إنماء صيدا تؤكد دائما على أهمية التطور، النظرة نحو المستقبل والاستراتيجيات الجديدة من خلال المشاريع التنموية الكبيرة، وهذا ما يطبع اسم لائحة إنماء صيدا التي يرأسها محمد السعودي، وهو كان منذ دقائق هنا وأكد لي أن نسبة الاقتراع وصلت حتى هذه الساعة إلى 28%، وهي نسبة جيدة جدا نسبة للسنوات السابقة التي كانت تجري فيها انتخابات إن كان بلدية أو حتى نيابية، لكن هو يعني اعتبر أن فترة بعد الظهر ستشهد نسبة إقبال أكثر وستتكثف العملية الانتخابية، نظرا لأن الناس طبعا نهار أحد وهناك حرارة قوية سينزلون ويقترعون ويسمعون يعني يستمعون إلى ضمائرهم وإلى مصلحة المدينة وصوت المدينة من أجل يعني أن يكون هناك طبعا سلسلة مشاريع تهمهم، وكذلك من أجل يعني السير أيضا على نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعلى نهج الرئيس سعد الحريري أيضا، هم يعني الجميع أكدوا لنا أن ما انطبع في أذهانهم وما تم على الأرض من إنماء ومن يعني إنماء البشر والحجر معا هم لا يزالون يعني يحفظون هذا الإرث، وهم يريدون التأكيد عليه مرة جديدة في مدينة صيدا عبر لائحة إنماء صيدا. وطبعا نحن تحدثنا إلى جميع رؤساء اللوائح إن كان بلال شعبان أو إن كان علي الشيخ عمار أو حتى يعني الداعمين للائحة وحتى الدكتور أسامة سعد، جميعا تحدثنا إليهم أكدوا على أن مصلحة المدينة هي الأهم. طبعا هناك تنافس يعني وهناك بعض الأشخاص الذين يسيسون هذه العملية الانتخابية، لكن يعني حتى الساعة على إشكالات أمنية، وطبعا كما تشاهدين خلفي إجراءات أمنية مكثفة والعملية الانتخابية لا يشوبها أي شيء حتى هذه الساعة، مع العلم أن سمعنا أن هناك بعض الأشخاص يدفعون المال للبعض من المجنسين، لكن يعني هذه تمر في الانتخابات دائما، وطبعا التشطيب يمر لكن هو بوتيرة قليلة جدا. طبعا يعني سنبقى معك في أي جديد رشا على صعيد انتخابات صيدا. عودة إليك مراسلة تلفزيون مستقبل شهير إدريس، شكرا لك. وفي المواقف، رأى رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة أن للانتخابات البلدية جوانب سياسية مثلها مثل أي عمل في الشأن العام، مؤكدا أن لا وجود للمال السياسي في المدينة. وفي تصريح له بعد الإدلاء بصوته، وصف السنيورة المعركة الانتخابية بالعرس الديمقراطي والمنافسة الرياضية، معتبرا أن مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية هو حق وواجب. هذا اليوم هو عرس للديمقراطية وللمنافسة الرياضية. أنا بدي أقول لكل مواطن بأنه واجبك تنزل تشارك وإنك تختار، ومين ما بدك تختار اختار، ولكن يجب عليك أن تشارك، لأنه هذه هي الصورة التي يجب أن يعطيها كل مواطن صيداوي كما كل مواطن في كل لبنان، بأنه يشارك في هذه العملية يعبر عن رأيه، لأنه إذا ما عبر عن رأيه الآخرين بيصادروا رأيه دون رأيه. وبالتالي أنا أرى أن هذا الفريق الذي هو بقيادة الأستاذ محمد السعودي هو قدم قصة نجاح،
وهو يقدم أيضا الآن مشروع نجاح، مشروع من بي 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 بما يعني هذه البرامج التي يعدها هو وفريق عمله. أهمية هذا الفريق بأنه عم يشتغل متضامن متجانس متناغم فيما بينه من أجل تحقيق هذه الأهداف. هذا الكلام حول الموضوع المال السياسي وغيره، بعتقد الكل بيعرف أنه هذا ليس له وجود في مدينة صيدا. ومن صيدا أيضا شددت النائبة هي الحريري بعد اقتراعها أن العملية الديمقراطية تنجز بسلاسة، فالمدينة تنتخب لمستقبلها وتطورها وإنمائها. وردا على سؤال أضافت: لدينا ثقة كبيرة بالجماعة الإسلامية والمسيحيون والشيعة ممثلون في اللائحة وهم في القلب، وهذه هي صيدا. ما عم نحكي بالأحجام، عم نحكي بالإنماء، والإنماء المدينة عم تنتخب لإنماء، عم تنتخب لمستقبلها، عم تنتخب لتطورها. عندنا ثقة كتير كبيرة بالجماعة الإسلامية، نحن مختلفين مع الجماعة الإسلامية وبنحترم كل الناس. ولا شيء، أسامة صاحبنا وصديقنا، وهيدا عملية ديمقراطية، وبالنهاية بس تخلص الانتخابات كلنا سوا بدنا نرجع نضم ايدينا بايدين بعض لننهض بمدينتنا. ما في حدا لحاله بيقدر يكمل الطريق. رسالة تيار المستقبل انه بالنهاية هيدا إرادة الناس ونحن بنحترمها شو ما كانت النتائج. مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري أكد بدوره أن العملية الانتخابية في صيدا هي ديمقراطية بامتياز، ودعا بعد الإدلاء بصوته الأهالي للاقتراع لأن ذلك حق وواجب ويساهم في عملية التغيير. منشجع الناس يقترعوا، هيدا حق وهيدا واجب وهيدا أمر بيشعر الواحد فيه انه عم بيساهم بعملية التغيير. بالنسبة لنا نحن عنا لائحة داعمينا بكل وضوح، لائحة من فريق عمل نجح قبل وحقق انجازات بصيدا برئاسة رئيس البلدية السيد محمد السعودي، وفريق عمل عمل انجازات كبرى بمدينة صيدا. هيدا امر نحن بنفتخر فيه، هيدا امر نحن بنحب هيدا يكمل، وانا واثق انه اليوم اهل صيدا حيشوفوا حيساهموا بهالانجاز. رئيس لائحة إنماء صيدا رئيس بلدية صيدا محمد السعودي قال إن العملية الانتخابية تسير على ما يرام، وأشار إلى أنه بدءا من الغد كل الأطراف ستكون موحدة في صيدا، وقال الناخبون في صيدا لهم الحرية في أن ينتخبوا ما يريدون. ابتداء من بكرة ما في أطراف، كلنا طرف واحد، منافسة رياضية، واللي بينجح إن شاء الله منهني، وإذا نجحنا نحن كمان لازم يهنونا. كل الناخبين بصيدا هم ابناء صيدا، ولهم الحريه ان ينتخبوا مين ما كان، فما مش مهم مين ينتخبوا، المهم ينزلوا وينتخبوا، وبكره او الليله ان شاء الله منهني الناجح. من جهته هاجم الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري اسامه سعد الذي يدعم لائحه صوت الناس، هاجم لائحه انماء صيدا وحث ما سماه المواطنين والمواطنات المقهورين والشباب والشابات المهمشين الى التغيير والاقتراع للائحته. اللي بده صيدا مزدهره واحلى واجمل، بدي اقول لهول جميعا انه بينكم وبين المسؤول صندوق الاقتراع، صندوق الانتخاب، انزلوا وحاسبوا وانتخبوا الافضل. ما اخر همنا التوافق، نحن ما سعينا له ولا حنسعى له، نحن في نهجين مختلفين متناقضين. للانتخابات في جزين اليوم خصوصيتها، فالمنطقة تشهد إذن الى الانتخابات البلدية والاختيارية انتخابات نيابية فرعية، ويشكل الاستحقاق اختبارا جديدا لإعلان معراب ولمدى التزام القواعد الحزبية به. ومن جزين معنا مباشرة مراسلتنا جوانا نصر الدين. جوانا تفضلي.
نعم رشا، سأبدأ من نسب الاقتراع التي وصلت حتى الساعة الثانية بعد الظهر إلى 35% في قضاء جزين، تخطت 40% في مدينة جزين، وطبعا النسب مختلفة بين مركز قلم اقتراع وآخر. حصيلة ما قبل الظهر سنختصرها بأن العملية الانتخابية جرت بشكل هادئ منذ ساعات الصباح، لم يتخللها أي إشكال من أي نوع، وبطبيعة الحال الجيش اللبناني منتشر في جميع مراكز الاقتراع في كل قرى وبلدات القضاء لمحاولة ضبط أي إشكال. سجلت 35 مخالفة رصدتها لجنة مراقبة الانتخابات أو جمعية مراقبة الانتخابات لادي، كلها تتمحور حول محاولة الضغط على الناخبين من أجل الاقتراع أو توزيع لوائح ملغومة. طبعا كل ما حكي عن توزيع مال سياسي لم يتم التثبت من صحته، ولكن هناك معلومات بين المرشحين خصوصا على المقعد النيابي بأن هناك أموال توزع على المواطنين من أجل انتخاب مرشح على حساب الآخر، ولكن كلها تبقى في دائرة المعلومات. وطبعا وزير الداخلية نهاد المشنوخ الذي زار جزين في إطار جولته على محافظات الجنوب في هذا اليوم الانتخابي، وأكد أنهم يعني يتم الاتصال مع أو يتم التأكد من صحة هذه المعلومات، ووزارة الداخلية تتابع ما يجري التحدث عنه. بالنسبة لجزين، الانتخابات البلدية والانتخابات النيابية، الانتخابات البلدية كما بات معروفا اللائحتان المتنافستان الأولى مدعومة من التحالف العوني القوتي يرأسها رئيس البلدية الحالي خليل حرفوش، وأيضا هو رئيس اتحاد بلديات جزين، بمواجهة لائحة ثانية تدعمها العائلات والمرشح على المقعد النيابي إبراهيم عزار نجل النائب السابق سمير عزار لانتخاب مجلس بلدي من 18 عضوا إضافة إلى 9 مخاتير. في المقابل كما ذكرت نكهة خاصة تطبع جزين اليوم التي تخرق بالعملية بانتخابات النيابية الفرعية التمديد للمجلس النيابي بمقعد المقعد الشاغر للنائب الراحل ميشيل حلو. هناك 4 مرشحين كما بات معلوما: أمل أبو زيد المدعوم من التحالف العوني القواتي، كان مدعوما من الكتائب بعد أن غير حزب الكتائب موقفه وترك الحرية لناخبيه بأن يختاروا النائب الذي يريدونه، النائب المستقبلي الذي يريدونه. هناك كما ذكرنا إبراهيم عزار، هناك قائد الدرك السابق صلاح جبران، وهناك أيضا الناشط السابق في التيار الوطني الحر والمفصول من التيار الوطني الحر باتريك رزق الله. الجميع إن كان في الانتخابات البلدية أو الانتخابات النيابية يتنافسون تحت شعار واحد: الإنماء، والإنماء بالدرجة الأولى، خصوصا وأن الذي يخرج من مدينة جزين ويتجه باتجاه قرى القضاء يلاحظ الحرمان الموجود ويلاحظ الإهمال الموجود بالنسبة لكل المشاريع إن كان على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو حتى السياحي. هذه هي أجواء العملية الانتخابية باختصار. نسبة الاقتراع ترتفع مع تقدم الساعات، وطبعا الأرجحية أو بحسب الماكينات الانتخابية كما علمنا الأرجحية في الانتخابات النيابية هو أن يفوز أمل أبو زيد بالمقعد النيابي الجديد، رغم أن ولايته ستكون قصيرة بحال جرت الانتخابات في صيف العام 2017. كان هناك اتهامات واتهامات متبادلة كما ذكرنا بخصوص عملية المال الانتخابي، وفيما عدا ذلك هو عرس ديمقراطي يمكن وصفه اليوم في جزين على كل الصعود بالنسبة للانتخابات الاختيارية أو البلدية أو حتى النيابية. على كل نستمع إلى أبرز ما قاله مرشحا الانتخابات النيابية أمل أبو زيد وصلاح جبران. أنا عندي المعلومات وراح أدلي فيها، وقت اللي بيوصلوا لعند المندوب بيقولوا له خد 400 دولار وما تطلع تكون مندوب من قبل صلاح جبران، وقت اللي بيوصلوا لعند واحد معلق لي صورتي بيقولوا له خذ هي 7000 دولار وما تعلق شيء للصوره، وقت اللي بيوصلوا للمواطنين بيدفعوا بكل ضيعه 25000 و50000 وما بعرف ليش لحتى يحسنوا اوصالهم الكنيسه او يشتروا اصوات. وفي ناس بالمقابل مش بس المرشح عمل ابو زيد، في المرشح كمان تاني بيمضوا ناس على سندات امانه بيقولوا اذا ما جبتوا هالنسبه من الاصوات رح نرجع ناخذ منكم هالاموال. هيدي برسم اخبار للنيابات العامه. هذه الانتخابات هي انتخابات سياسيه بامتياز، لانه مش مسموح قضاء جزين يطلع خارج الاتفاق المسيحي الكبير يلي صار بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانيه على صعيد وباقي العائلات، لانه التأييد مش بس بدنا نحن كاحزاب، حتى التأييد في عنا كثير تأييد من العائلات. هلا منافسه سياسيه طبيعيه بتصير، ما في اي اشكال فيها، المهم النتيجه والعالم تصوت بحريه وديمقراطيه، لانه هذا بدنا اياه نحن. واليوم تحديدا في بعض المكانات الاخرى يلي عم توزع مصاري بضيعه اسمها جنسنايا، والشخص انلقط عم يوزع مصاري ضد المرشح اللي اسمه امل ابو زيد.
طلب رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون من أهالي جزين المتواجدين في مختلف الأقضية والمحافظات أن يقصدوا بلداتهم للإدلاء بصوتهم، وتمنى أن تكون المنافسة رياضية ونظيفة من الناحية المالية. نرسل تحية لجزين مدينة وقضاء، نتمنى لهم نهار هادئ، نتمنى أنه الجميع يقترعوا اليوم، لأنه دائما بهالمناسبات هيدي نتمنى على الجميع أنه يروحوا يقترعوا ويبدوا رأيهم، وإن شاء الله تكون الكثافة كتير قوية بجزين. وبطلب من الأهالي يلي ساكنين ببيروت وهون بمختلف الأقضية يطلعوا اليوم وينتخبوا، ضروري الكل يطلعوا، ومصر عليهم انه يطلعوا، لانه ما بيجوز انه نترك هالمناسبات هيدي الوحيدة اللي بتمرق بحياتنا وفيها امكانية تغيير او انتقاء السلطة اللي منريدها، سواء كانت سلطة بلدية او سلطة نيابية. لذلك منكرر عليهم يطلعوا ينتخبوا، ونتمنى انه تكون هالمنافسة منافسة كتير رياضية، ويكون نموذج للأماكن يلي بصير فيها شغب بصير فيها مشاكل، وان شاء الله بتكون كمان نظيفة من النواحي المالية. في شبع كثافة اقتراع لافتة ولائحتان متنافستان، ويطلعنا على سير الانتخابات في شبع ومنطقة العرقوب مراسلنا ربيع شنطف. ربيع تفضل. نعم، يعني بالحقيقة رشا، في شبعة النسبة ترتفع شيئا فشيئا، من المتوقع أن تزيد خلال فترة ما بعد الغداء. طبعا حتى هذه اللحظة النسبة 29%، وهي نسبة جيدة نسبيا، ووسط دعوات من جميع ممثلي اللوائح لضرورة النزول أكثر إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في العملية الانتخابية. طبعا هناك لائحتان رئيستان، لائحة الأولى مدعومة من محمد صعب رئيس البلدية الحالي والعائلات، واللائحة الثانية مدعومة من محمد فرحات والعميد عدنان الخطيب، وهي عبارة عن تجمع للعديد من اللوائح التي كانت سابقا لوحدها ومن ثم تجمعت في لائحة واحدة لمواجهة يعني المرشح لرئاسة البلدية محمد صعب. هذا فيما يتعلق بشبعة. أما فيما يتعلق بفرشوبة فقد وصلني الآن أن النسبة ارتفعت بشكل كبير نسبيا، يعني صارت 46%، ويعني ما يعادل أكثر من 2000 صوت حتى هذه اللحظة، ومن المفترض أيضا بحسب المتابعين أن تزداد هذه النسبة لاحقا نظرا لحدة المواجهة ما بين اللائحة المدعومة من مناصري تيار المستقبل والعائلات، والتي يترأسها القاسم القادري وهو رئيس البلدية الحالي، أما اللائحة الثانية المدعومة من ما يسمى بسرايا المقاومة ويترأسها عزت القادري. طبعا هناك منافسة شديدة جدا، وهي تأخذ طابع سياسي بعد أن فشلت كل المساعي خصوصا التي قام بها تيار المستقبل للتوصل إلى لائحة عائلية فقط، ولكن يعني البعض أصر بحسب المتابعين وبحسب مسؤولية تيار المستقبل خصوصا المقربين من حزب الله أصروا على وجود لائحة ثانية لمواجهة اللائحة الممثلة للعائلات. أما فيما يتعلق بكفر حمام عفوا وبالهبارية، فإن النسب تتفاوت بين قرية وأخرى وهي مرتفعة نسبيا، إذ أن الموضوع نعم يأخذ طابع عائلي بشكل كبير جدا. هذه هي الصورة حتى اللحظة. هناك إجراءات أمنية مشددة في مختلف قرى العرقوب وخصوصا في بلدة شبعة نظرا لاحتدام المعركة، ولكن حتى الساعة والحمد لله هي ديمقراطية بامتياز، ويأمل الجميع أن تبقى كذلك إلى ما بعد فرز الصناديق، وسنوافيكم بأي جديد خلال هذا النهار الطويل. رشا أكيد مراسل تلفزيون مستقبل ربيع شنطف، شكرا لك، وتتابعونا بعد الفاصل. المشنوق يجول في الجنوب ويؤكد أن الثغرات الانتخابية محدودة.
ومواكبة للعملية الانتخابية جال وزير الداخلية نهاد المشنوق في كل من صيدا وجزين والنبطية مؤكدا أن الثغرات في العملية الانتخابية محدودة. وللمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف مراسلتنا رشا الحلبي. رشا تفضلي. نعم رشا، في أحدث نسب الاقتراع التي صدرت عن غرفة العمليات في وزارة الداخلية، نسب الاقتراع في محافظة لبنان الجنوبي والنبطية وصلت إلى 32% وتوزعت على الشكل التالي: في صيدا 29%، كرة صيدا 39%، جزين 41%، بنت جبال 27%، صور 27%، مرجعيون 29%، حصبية 34%، والنبطية 30%. الوزير المشنوق بعد أن جال في غرفة العمليات المركزية في الوزارة استهل جولته من صيدا، حيث عقد اجتماعا للمجلس الأمن الفرعي مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية في الجنوب، وبحث معهم خطة سير العملية الانتخابية. وفي تصريح له رشا من السراي قال إن وزارة الداخلية جاهزة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، أي في حزيران 2017، لكن الأولوية الآن لملء الشهور في صدة الرئاسة الأولى ولاحقا تجرى الانتخابات النيابية. كذلك شدد الوزير المشنوق على أن نظرة المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات البلدية في لبنان فيها الكثير من التقدير والاهتمام. الوزير المشنوق انتقل بعد ذلك إلى سرايا النبطية، حيث أيضا عقد اجتماع مجلس أمن فرعي، لينتقل بعدها إلى جزين حيث جال على قلم اقتراع وصفا الأجواء بالممتازة، لا سيما في ظل وجود انتخابات بلدية ونيابية فرعية في البلدة. تجدر الإشارة رشا إلى أن عدد حوادث المسجلة حتى الساعة هي محدودة ولم تتخطى 6 حوادث، بينها حالة واحدة من الرشوة سجلت في صيدا. والآن نبقى رشا مع أبرز تصريح للوزير المشنوق. واضح أنه في إقبال حتى الآن متوسط على الاقتراع، الناس متحمسة، في نقاط حارة بمعنى فيها تنافس أكثر من غيرها، ولكن الوضع الأمني مضبوط وإقبال الناس منتظر بعد الظهر أنه يكون يعني أعلى. لماذا امتنع أهلك فارسير عن التصويت وتوقفت العملية الانتخابية؟ أكيد بسبب خلافات حزبية، بس كويس أنه امتنعوا أحسن ما يصير فيه إشكالات، وبتنعمل بوقت مناسب بيكون انحلت فيها الإشكالات السياسية. الثغرات قلت كتير عن المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية قلت عن الأولى. الشكاوى من الثغرات الإدارية محدودة، أنت عندك هون 834 ألف ناخب، وبالتالي اللي تعلمناه من تاني مرحلة جربنا كتير نعالجه بالمرحلة الثالثة، أكيد في ثغرات ولكن محدودة. وإلى النبطية، حيث تخاض المعارك الانتخابية بين لوائح مشتركة لحزب الله وحركة أمل بوجه المجتمع المدني وعدد من العائلات. ومعنا مباشرة من هناك مراسلتنا مها حطيط. مها تفضلي، كيف هي الأجواء لديك؟ نعم رشا، نحن الآن في بلدة كفر رمان في قضاء النبطية، وهي البلدة الأبرز التي تخوض معركة حقيقية في هذا القضاء. هناك مواجهة بين لائحتين، الأولى مدعومة من الحزب الشيوعي ومستقلين ويعني يساريين في البلدة، والثانية هي لائحة التحالف الحزبي بين حركة أمل وحزب الله والتي تعرف يعني باسم لائحة التنمية والوفاء. المشهد الآن هدأ عن يعني ما كان عليه في ساعات الصباح. بلغت نسبة الاقتراع حتى اللحظة حوالي 40% في كفر رمان، يبلغ عدد الناخبين هنا 5774 ناخب، يعني هي نسبة جيدة جدا بالنسبة للماكينات الانتخابية التي تراقب هذه النسب طوال النهار. إذن هي معركة فعلا قاسية، هنا نسبة المشاركة تدل على حدة هذه المعركة. أما في بقية البلدات في قضاء النبطية، في مدينة النبطية أيضا هناك معركة لكن ليس بهذه الحدة، وربما السبب هو أن يعني اللائحة المواجهة لحزب الله وحركة أمل لم تتوحد، فهناك لائحة حزب الله وحركة أمل، هناك لائحة ثانية يدعمها الوزير السابق شرب النحاس، فيها شيوعيين ومستقلين، وهي تتبادل الأصوات مع 6 مستقلين يعني فضلوا يعني خوض المواجهة منفردين وليسوا على أي لائحة. علما أن ليس هذه البلدات الوحيدة التي تخوض معارك، في بلدة دوير أيضا هناك معركة بين لائحة التحالف بين حزب الله وحركة أمل والعائلات ومستقلين، في نصار أيضا،
في دار الزهراني أيضا هناك معركة بين لائحتين، الأولى مدعومة من الحزب الشيوعي لكنها غير مكتملة، والثانية من حزب الله وحركة أمل. يعني رشا، ليس من المتوقع أن تغير اليوم خريطة أو مشهد الانتخابي في قضاء النبطية، لكن الأكيد أن هناك معارك تجرى يعني لفرض يعني أطراف ثانية وليس فقط الثنائي الشيعي الموجود على الساحة الجنوبية. اللافت اليوم ما حصل كان في بلدة كفرصير التي ألغيت فيها الانتخابات، وذلك بعد خلاف بين حركة أمل وحزب الله على تسمية رئيس للائحة. بعد ذلك تم إلغاء هذه الانتخابات عندما يعني قرر حزب الله وحركة أمل لا يقترع أحد في البلدة. المندوبون الذين كانوا يتواجدون أمام أقلام الاقتراع قالوا للناخبين أن ليس هناك انتخابات اليوم، وبالتالي لم يكن هناك انتخابات. المرشحون عن المقاعد الاختيارية انسحبوا، أما المقاعد البادية بقي منهم عدد قليل، لكن أحدا لم يتوجه إلى صناديق الاقتراع يعني لينتخب. بعد ذلك صدر قرار من وزارة الداخلية بتأجيل الانتخابات في بلدة كفرصير. أجواء هادئة جدا، ليس هناك أي حوادث أمنية تذكر في قضاء النبطية. الجيش اللبناني متواجد منذ ساعات الصباح يسير آلياته، وهو يعني يقف على جميع أقلام الاقتراع يعني للتأكيد على وجوده وعلى ضبط الأمن. نعم رشا، مراسلة التلفزيون مستقبل ما حطيت، شكرا لك وسنبقى معك في أي جديد. وفي صورة الانتخابات الجارية تطلعنا عليها مراسلتنا ناهد يوسف. ناهد تفضلي. نعم رشا، بداية نسبة الاقتراع في قضاء صور وصلت إلى 23%. هذا القضاء الذي يضم 62 بلدية فازت منها 14 بلدية بالتزكية. بالنسبة للمعركة في مدينة صور، هذه البلدة يعني تشهد، هذه المدينة تشهد معركة يعني بعد أن غاب عنها المشهد الانتخابي في العام 2010، حيث فازت مجلس البلدي بالتزكية. ثلاث لوائح يتنافسون في هذه المعركة: لائحة التنمية والوفاء، وهي اللائحة التي شكلت بالتوافق بين حركة أمل وحزب الله والمؤلفة من 21 عضوا وهو عدد أعضاء المجلس البلدي. لائحة ثانية غير مكتملة مؤلفة من أعضاء حركة مواطنون ومواطنات التي يدعمها الوزير السابق شرب النحاس، ولائحة أخرى أيضا غير مكتملة مؤلفة من 4 مرشحين مستقلين ومرشح آخر منفرد. يعني تشهد معركة حامية نوعا ما. في ساعات الصباح الأولى كانت هناك حركة كثيفة لجهة الاقتراع، ولكن يعني بعد عند ساعات الظهر وحتى الآن الحركة خجولة جدا، ما دعا يعني الحزبان حزب الله وحركة أمل إلى التجيش نوعا ما من أجل دعوة الناخبين إلى الاقتراع. فهم قاموا يعني بتسيير مواكب مع الأناشيد الحزبية لدعوة الأهالي إلى المشاركة. نسبة الاقتراع في مدينة صور وصلت يعني منذ نصف ساعة وحتى الآن إلى 22%. يعني تحالف حزب الله وحركة أمل أيضا صبغ العديد من البلدات، ولكن أهم البلدات التي تشهد معارك ساخنة في قضاء صور هي بلدة جوية والمؤلفة من 18 عضوا. هناك لائحة مكتملة برئاسة رئيس البلدية الحالي حسين طاهر في وجه تحالف حزب الله وأمل. طاهر يعني كان مرشح حزب الله في العام 2010، ولكن الحزب حزب الله استبدله بحسين جشي وهو رئيس مجموعة وعد ما أثار يعني حفيظة الأهالي ودعاهم يعني، فقاموا بتشكيل لائحة ضد لائحة الحزب والحركة. أيضا في منطقة البازورية وهي مسقط رأس الأمين العام لحزب بالله سيد حسن نصر الله، هناك لائحة، هناك معركة انتخابية محتدمة بين لائحتين، لائحة الحزب وحركة أمل، ولائحة غير مكتملة مؤلفة من 14 عضوا برئاسة محمد دياب. أيضا في طورة هناك معركة انتخابية محتدمة برئاسة الرئيس الحالي محمد الدهيني في مواجهة تحالف حزب الله وحركة أمل. الدهيني كان قد خاض هذه المعركة الانتخابية في العام 2010 في وجه الثنائي أمل وحزب الله، ونجح في الفوز بالمجلس البلدي، وهو يعني يكرر التجربة المعركة الانتخابية في هذه الدورة أيضا. رشا، التحالف الانتخابي بين أمل وحزب الله لم ينسحب على جميع المناطق، فهناك يعني بلدات شهدت يعني فشل الائتلاف في أن يتشكل. مثلا في منطقة زبقين والحلوسية كل من حزب الله وحركة أمل شكل لائحته الخاصة، يعني يخوضان المعركة في مواجهة بعضهما.
معارك عائلية أيضا في قرى قضاء صور كمنطقة البستان ومروحين ويارين، حيث هناك لائحتان، لائحة برئاسة حسين الوجه ولائحة برئاسة أسعد الإسماعيل. يعني هذه هي بشكل عام نتيجة حركة الانتخابات في قضاء صور. هناك الحركة هادئة جدا، لم تحصل أي إشكالات أمنية تذكر. القوى الأمنية عززت انتشارها يعني بشكل كبير هنا في قضاء صور، وخصوصا في المناطق التي تشهد معارك ساخنة. بالنسبة لقضاء بنت جبيل، معنا هنا الزميلة غنوة أبو دلي التي يعني قامت بجولة في القضاء وستطلعنا على أجواء هذه الجولة والمعارك الانتخابية. غنوة، أول شيء يعطيك العافية، شو بخصوص طابع الانتخابات بقضاء بنت جبيل؟ نعم، كان لافت كلام عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله خلال اقتراعه في مسقط رأسه في بلدة عيناثة، حيث أكد أن حزب الله ترك الخيار للناس لكي تختار في هذه الانتخابات، وكأن حق الانتخاب مشروط بموافقة وتحت سقف حزب الله. بالنسبة للانتخابات في قضاء بنت جبيل، بطبيعة الأحوال هناك 36 بلدة اليوم هي مدعوة للانتخاب لاختيار من يتولى إدارة شؤونها البلدية، فيما القرى الفائزة بالتزكية في قضاء بنت جبيل هي حقيقة تعد على الأصابع. في مدينة بنت جبيل هناك لا يوجد حماوة في المعركة الانتخابية، بالرغم من وجود منافسة بين اللوائح وبين المرشحين المتنافسين. ربما يعود ذلك إلى أن القيادات السياسية أرادت أن تكون مدينة بنت جبيل هادئة نوعا ما بسبب صبغتها بأنها هي مدينة المقاومة، مدينة عاصمة التحرير عفوا. فإذا التنافس محصور بين لائحة مدعومة من حزب الله وحركة أمل في مدينة بنت جبيل، ينافسها طبعا لائحة غير مكتملة مؤلفة من 6 أعضاء ومدعومة من الحزب الشيوعي. أيضا هناك مستقلين. اللافت في مدينة بنت جبيل أن هناك مشاركة للنساء، مثلا هناك كالمرشحة الإعلامية فادية بزي وهي تمثل طبعا من حركة مواطنون ومواطنات، وهي مدعومة من الوزير السابق شربل نحاس. خلال جولتنا في قضاء بنت جبيل زرنا بلدة عيناثة، كما ذكرت هي مسقط رأس النائب حسن فضل الله. هناك لائحتان تنافسان اللائحة المدعومة من حزب الله وحركة أمل، لائحة طبعا اللائحتين غير مكتملتين، لائحة شبابية وأخرى عائلية نوعا ما. أيضا زرنا بلدة إرميش، هذه البلدة المسيحية، حيث كما كل البلدات المسيحية في قضاء بنت جبيل، حيث الطابع العائلي هو أكثر طاغي ولا يوجد تنافس سياسي يمكننا القول. في بلدة تبنين مسقط رأس الرئيس نبيه بري، هناك لائحة مدعومة مباشرة من الرئيس نبيه بري. النائب حسن فضل الله أثناء خلال كلمته في مؤتمره الصحفي أكد أن حزب الله يدعم هذه اللائحة، إلا أنه هناك لائحة غير مكتملة مؤلفة من 5 أعضاء تنافس هذه اللائحة المدعومة من الرئيس نبيه بري، ويقال أن هؤلاء المرشحون هم يمثلون حزب الله. طبعا توردت معلومات في الوسائل الإعلامية الدائرة في فلك حزب الله وحركة أمل تقول أن في السابق حاول حزب الله، كان هناك طبعا مناقشة بأن حزب الله يريد سحب مرشحيه في مسقط رأس الرئيس نبيه بري، إلا أنه سحب فقط 7 أشخاص وأبقى 5 مرشحين. هذه بطبيعة الأحوال يمكننا القول أن المعركة الانتخابية في قضاء بنت جبيل هي معركة ديمقراطية لا تشوبها أي إشكالات أمنية. هناك بالمناطق الشيعية هناك انتشار لعناصر حزبية على مداخل وفي محيط مراكز الاقتراع، لا إشكالات أمنية نهت كما ذكرت لك. نعم، شكرا لك غنوة أبو دلي، يعطيك ألف عافية. يعني كنا مع الزميلة غنوة التي جالت على منطقة بنت جبيل، ونحن الآن في قضاء صور، يعني الأجواء كما ذكرناها. نعم رشا. نعم، شكرا لك ناهد يوسف ولغنوة أبو دلي. انتخابيا أيضا، أكد وزير الاتصالات بطرس حرب خلال أعلان لائحة قرار تنورين للانتخابات البلدية والاختيارية، أكد أن تنمية القرية هو الهدف والعائلات هي التي اختارت شباب اللائحة، مشيرا إلى أن أهالي تنورين لن يقبلوا أن يصادر قرارهم من أحد. نقبل
حدا يصادرنا على الأرض. نحن ما بنقبل حدا يقول لنا شو بدنا نعمل. نحن بنعرف شو بدنا نعمل. نحن ما بنقبل حدا يختار أعضاء بلديتنا. أنتم هيك مع الكتلة العلمية طبعا، وإن شاء الله نحقق اللي قالوه بالبرنامج تبعه. بس نحن مع الكتلة نحافظ على كرامتنا، كرامة الضيعة، كرامة عائلات الضيعة، على وحدة الضيعة. نحن بدنا نعرف مين بلديتنا ومين الخطيب، ما حدا بيعرف عنها. نحن النشرة مستمرة فيها بعد الفاصل. السيسي يقول إن كل الفرضيات مطروحة بشأن أسباب تحطم الطائرة المصرية. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن كل الفرضيات مفتوحة بشأن أسباب تحطم الطائرة المصرية قبل 3 أيام، في وقت تواصلت عمليات البحث عن جثث الضحايا وحطام الطائرة والصندوقين الأسودين في موقع الكارثة. بالوقوف في دقيقة صمت على نية ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة، استهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمته خلال افتتاحه عددا من المشاريع التنموية في محافظة دمياط. السيسي الذي تقدم بالتعازي من أهل الضحايا أفرد مساحة مهمة في خطابه لهذه الكارثة الجوية، فأشار إلى أن كل الفرضيات مفتوحة بشأن أسباب تحطم الطائرة والتحقيق يتطلب وقتا طويلا. حتى الآن كل الفرضيات محتملة، وبالتالي من فضلكم مهم جدا ان احنا ما نتكلمش ونقول في فرضية معينة من وزارة البترول عندها غواصة تستطيع ان تصل الى 3000 متر تحت سطح المية، دي اتحركت النهاردة في اتجاه المنطقة سقوط الطائرة، عشان نحن بنسعى جاهدين الى انتشال الصندوقين اللي هم بالصندوق الأسود، وده بيبقى فيه بيانات وبيبقى فيه تسجيلات بتساعد بنسبة كبيرة جدا جدا لمعرفة أسباب سقوط الطائرة. هذا وتواصلت عمليات البحث عن جثث الضحايا وحطام الطائرة المنكوبة وخصوصا الصندوقين الأسودين، وطرح مجددا احتمال تحطم الطائرة بسبب مشكلة تقنية بعد كشف معلومات عن صدور انذار آلي بوجود دخان على متنها، وهذا ما دفع وزارة الطيران المدني المصرية إلى التوضيح أن الانذار الآلي بوجود دخان يمكن أن تكون له أسباب مختلفة، وبالتالي الأمر يحتاج إلى تحاليل معمقة أكثر. في سوريا قالت المعارضة أن كتائب الأسد شنت ضربات جوية استهدفت طريق الكاستيلو، وهو الوحيد الذي يؤدي إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب، وهو أعنف قصف يطال المنطقة منذ شباط الماضي. لليوم الرابع على التوالي تتواصل الحملة الجوية الأسدية التي تتعرض لها بلدات ريف حمص الشمالي، مستهدفة بلدات الريف الشمالي المحررة بشكل عنيف ومكثف بعشرات الغارات الجوية موقعة قتلى وجرحى. ناشطون قالوا إن الطيران الحربي شن اليوم عشرات الغارات الجوية توزعت على بلدات ومدن الرستن والحولة وتلو وطلف وحرب نفسه وزارة، مخلفة قتلى وجرحى، بينهم امرأة حامل والعشرات من الجرحى ودمار في البنى التحتية ومنازل المدنيين. وفي حلب شنت طائرات روسية فجر اليوم غارات على مخيم حندرات وطريق الكاستيلو ومنطقة الملاح، وذلك بعد غارات شنتها طائرات النظام على مدينتي حريتان وعندان وبلدة خان العسل غرب حلب، موقعة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. هذا وصعد شبيحات النظام السوري هجماتهم في ريف دمشق ولا سيما على دارية وخان الشيح. وفي محاولة لتخفيف الضغط عن الجبهتين شنت المعارضة في ريف درعا الشمالية عملية عسكرية ضد قوات النظام، كما ذكر المجلس المحلي لمدينة دارية أن كتائب الأسد تسعى إلى السيطرة على دارية التي يسيطر عليها الثوار في ريف دمشق الغربي، وأوضح أن هذه المحاولات ترافقت مع قصف مركز على المدينة من قوات النظام بالمدفعية والصواريخ.
قضى وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الله الرحمن الثاني على ضرورة بقاء الضمير العالمي متيقظا حيال تطورات الأزمة السورية وممارسات النظام هناك. ودعا المجتمع الدولي في افتتاح الدورة 16 لمنتدى الدوحة إلى إلزام النظام السوري بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة حتى تحقق المفاوضات هدفها. أبلغ الجيش العراقي أهالي مدينة الفلوجة بالاستعداد لمغادرة المدينة تمهيدا لتحريرها من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي. عملية تحرير الفلوجة ستحمل اسم معركة كسر الإرهاب، فيما كشفت الشرطة أن 20,000 جندي يطوقون المدينة معززين بمختلف أنواع الأسلحة استعدادا لاقتحامها. دعا تنظيم داعش الإرهابي في رسالة يبدو أنها تهدف إلى رفع معنويات مسلحيه إلى تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وأوروبا في شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في الأسبوع الأول من حزيران. وتأتي الرسالة الصوتية التي نسبت إلى المتحدث باسم التنظيم أبو محمد العدناني غداة إلقاء التحالف الدولي مناشير على معقل التنظيم في الرقة لمطالبة سكان المدينة للمرة الأولى بمغادرتها. أعلن وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام في الكويت عودته إلى طاولة المفاوضات بعدما تلقى ضمانات إقليمية ودولية، معلنا أنه قرر إعطاء المشاورات فرصة أخيرة. وقال المفد الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أبلغه بهذا القرار وحض الوفد على بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل. أكدت الولايات المتحدة وأفغانستان مقتل زعيم طالبان الملا أختر منصور في غارة أمريكية على منطقة نائية بالقرب من الحدود الأفغانية الباكستانية، غير أن حركة طالبان نفت مقتل الملا منصور الذي تولى قيادة الحركة بعد الإعلان عن وفاة مؤسسها الملا محمد عمر. قدم رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو استقالته رسميا من رئاسة الحكومة وحزب العدالة والتنمية الحاكم ليتسلم هذين المنصبين وزير النقل بن علي يلدريم. وقال داود أوغلو في كلمته الوداعية أمام المؤتمر الاستثنائي للحزب في أنقرة، قال أنه سيعتزل العمل السياسي ويتفرغ لعائلته. وفي الختام يبقى تذكير بالعناوين. المدينة عم تنتخب لإنماء، عم تنتخب لمستقبلها. صيدا تخوض معركة الإنماء والاعتدال ودعوات للاقتراع بكثافة. احتدام المعركة الانتخابية البلدية والنيابية الفرعية في جزين وتحالف عون القوات أمام اختبار جد. لوائح أمل وحزب الله في مواجهة المجتمع المدني والعائلات في مدن وبلدات صور والنبطية. نهاية النشرة، إلى اللقاء. هيدا صوت لبيبتي هادئة جداً.